الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول رحمه الله: وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار، يعني فيما يتعلق بوجوب الإمساك والقضاء، ولذا قال فيمسكان ويقضيان. وقوله رحمه الله حائض ونفساء، هذا شروع في بيان وذكر من يباح لهم الفطر في رمضان. هم في الجملة أربعة أصناف: الصنف الأول الحائض والنفساء، والصنف الثاني المسافر والمريض، والصنف الثالث العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، والرابع الحامل والمرضع. بدأ المؤلف رحمه الله بالحائض والنفساء لأنهن الأكثر في ما يتعلق بأعذار الفطر في رمضان. وقد بيّن المؤلف أن من أبيح له الفطر في رمضان يلزمه الإمساك إذا زال عذره في أثناء النهار، فهو لم يذكر الحيض والنفاس على أنه عذر مبيح بالنص، إنما ذكر ما يفهم منه أن الحيض والنفاس والسفر مما يباح بهم الفطر، لكن إن زال عذرهم فطهرت المرأة حيضا أو نفسا أو أقام المسافر يلزمهم الإمساك والقضاء. وعلة ذلك لأنه وجد فيهم ما يجب الصوم في أثناء النهار، وهو زوال العذر المبيح للفطر، أشبه ما لو ثبتت الرؤية في أثناء النهار. وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يلزمهم إمساك، لما روى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. وأما قياسه على ثبوت الرؤية في أثناء النهار فهو قياس مع الفارق، وذلك أن الحائض والنفساء والمسافر يباح لهم الأكل أول النهار ظاهرا وباطنا، بخلاف ما إذا ثبتت الرؤية في أثناء النهار فإنه لا يحل الفطر باطنا، لأنه يوم من رمضان يجب إمساكه بلا إذا لم يكن عذر، ولكن الفطر أبيح ظاهرا لأنه لم يعلم. هذا ما يتعلق بالفارق بين من ذكر وبين ثبوت الرؤية في أثناء النهار. وأما لزوم القضاء فلأنه يجب على الحائض والنفساء والمسافر القضاء مع استمرار العذر، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هو قول عائشة في الصحيح: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فمع انقطاعه بطريق الأولى. ومثل هؤلاء في وجوب الإمساك والقضاء مريض برئ مفطرا وصغير بلى أثناء النهار، وهذا ما أشار إليه في قوله: وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه أي أثناء النهار مفطرا أمسك وقضى. فإن كانوا صائمين وهم المريض الذي برئ مفطرا والصغير الذي بلغ في أثنائه مفطرا، إن كانوا صائمين أجزأهم عن القضاء، أجزأهم صومهم ولا يجب عليهم قضاء، لأنهم فعلوا ما وجب عليهم على وجه قد استوفيت فيه الشروط. وقوله رحمه الله: وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم. لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه، فالمسافر إذا علم أن قدومه في نهار يوم يجب عليه صومه لزمه أن ينوي الصيام من الليل ويصبح صائما، وهذا من مفردات المذهب. ورواية الثانية أنه لا يلزمه الصوم ما دام عذره باقيا، لأنه لم يزل في بقية العذر المبيح للفطر وهو السفر. وكذلك الصغير الذي علم أنه يبلغ في نهار يجب عليه صومه فإنه لا يلزمه تبييت النية من الليل ولا الصوم إلا إذا بلغ، لأنه غير مكلف بالصيام. قوله رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في الكفارة. هذا ثاني الأصناف التي يباح لها الفطر في رمضان، وهو العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. لقائل أن يورد ليش هذا الثاني ونحن قد ذكرنا السفر والحيض والنفساء؟ الجواب أن ذكر الحائض والنفساء والمسافر لم يكن الغرض من ذكر العذر بالفطر، إنما جاء ذلك من مفهوم كلام المؤلف. أما بالنص على الفطر فهو قد نص هنا على الكبير العاجز عن الصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه، فيمكن نقول هذا الثاني أو الثالث بناء على العدة الذي ذكرناه قبل قليل في من يباح لهم الفطر: الحائض والنفساء الأول، المريض والمسافر الثاني، الصف الثالث كبير الذي لا يستطيع الصوم، والمريض الذي لا يرجى برؤه. يقول رحمه الله:
ومن أفطر لكبر أو مرض أطعم لكل يوم مسكينا. قال رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض، الكبر الذي لا يقوى معه على الصوم. وقد تقدم الكلام في هذا، المؤلف رحمه الله ذكر قول ابن عباس: وعلى الذين يطيقونه فدية. الآن المؤلف يبين ما الذي يترتب على فطر هؤلاء. لاحظوا الآن يبين ما الذي يترتب على الفطر، وليس السياق لأجل بيان إباحة الفطر في هذه الصورة. فذكر المؤلف رحمه الله أن يجب عليهما، الكبير الذي لا يقوى على الصوم، المريض الذي لا يرجى برؤه، يجب عليهم فدية إطعام مسكين، لما ذكر من الآية وتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه للآية، ولأنه صوم واجب في الأصل فجاز أن ينوب عنه المال كصوم الكفارة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله ذكر القدر الواجب في كفارة الكبير الذي لا يقوى على الصيام والمريض الذي لا يرجى برؤه. القدر الواجب في الإطعام مد من بر أو نصف صاع من غيره، والأصل فيه ما جاء في كفارة الظهار. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يجزئه أن يجمع 30 مسكينا فيطعمهم مرة واحدة ويشبعهم. وجه هذه الرواية أن الآية أطلقت الإطعام دون تقييد، قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالامتثال يحصل بإطعام المسكين ما يكفي، لكن يجب فيه التمليك كما قال بعض أهل العلم. ولذلك قال بعض أهل العلم أنه لا يكفي الإطعام، إنما لابد من التمليك. والصواب أنه يكفي الإطعام ولو لم يكن الإباحة يتحقق بها المطلوب ولو لم يملك. نظير ما ذكر الله تعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فإن الله لم يحد لنا في الآية جنس الطعام ولا قدره، وحد لنا جنس المطعمين وقدره، فأطلق الطعام وقيد المطعمين، وبالتالي الواجب هو ما قيده الله ويطلق ما أطلقه. وقد روي عن أنس أنه أفطر في رمضان فجمع المساكين ووضع جفانا فأطعمه. هذه الرواية أقرب إلى الصواب، أنه ليس هناك تحديد، لكن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا، سافر يعني، فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه. وهذه من المسائل التي يلغز بها كما يقول الفقهاء، يعاي بها، أن العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه إذا سافر فإنه يسقط عنه القضاء لأنه لا يستطيعه، وكذلك تسقط عنه الفدية لأنه أفطر بعذر معتاد. قالوا فيلغز بها فيقال مسلم مكلف أفطر عمدا في رمضان ولم يلزمه قضاء ولا كفارة. هذه المسألة أنا توقفت عندها الحقيقة طلبا لتوجيه لإسقاط الفدية، ما تبين لي فيها وجه لهذا الإسقاط، لأنه تسقط الفدية لأنه أفطر بعذر معتاد، لكن إذا كان القضاء لازما في الأصل لمن أفطر بعذر، وهنا هو معذور في الصيام وفي القضاء، فوجبت عليه الفدية، والفدية لا عذر في إسقاطها في السفر لأن الصوم من الأصل ساقط في حقه، إلا أن يقال أنه يحتاج إلى دليل. هناك في دليل بقوله في عدة من أيام أخر، وهنا ما في دليل على أنه يجب الإطعام فيما إذا سافر. هذا الوجه الوحيد اللي ممكن يستند إليه في عدم وجوب الفدية فيما إذا سافر المريض مرض لا يرجى برؤه أو الكبير الذي عجز عن الصيام. طيب، قوله رحمه الله: وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر. هذا أحد الأصناف التي يباح لها الفطر في رمضان، وهو المريض مرض يرجى برؤه والمسافر. والدليل الآية: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والمقصود بالمريض في الآية المريض غير الميؤوس من برئه وشفائه. ويشترط في المرض المبيح للفطر أن يخاف بصومه ضررا، ولذلك قال: وسن الفطر لمريض يضره، فقيد المرض بما يخشى معه الضرر. والضرر يكون إما بزيادة مرضه أو تأخر برئه، ومثله لو خاف صحيح المرض بالصوم فيباح له الفطر. وكذا من أصبح صائما فمرض في أثناء النهار فله الفطر لأن الضرر موجود. يعني قوله وسن الفطر لمريض يضره، لا فرق بين أن يكون مريضا قبل وقت الصوم أو أنه مريض في حدث له المرض في أثناء الصوم، للعلة وهي وجود الضرر وعموم الآية. فإن لم يخف ضررا بصومه فلا يباح له الفطر في قول جماهير العلماء، لأن الرخصة
لدفع ما يمكن أن يكون من ضرر، فإن لم يخف ضررا بصومه فإنه لا يباح له الفطر، لأن المبيح له العذر وهو مفقود هنا. فإن قيل الآية عامة في قوله تعالى فمن كان ومن كان مريضا أو على سفر ولم يقيد ذلك بما يضر، قيل تخصص بما ذكر وهو المعنى الذي من أجله شرع الفطر والتخفيف. إذن الآية التي استدل بعمومها من رأى الفطر بمطلق المرض قال تخصص بالمعنى الذي شرع من أجل الفطر وهو دفع الضرر وإزالة الحرج. وأما المسافر فيباح له الفطر في السفر للآية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم. والسفر الذي يبيح الفطر هو ما تقصر فيه الصلاة. وأما كون المريض والمسافر يسن لهم الفطر ويكره الصوم فلأنه أخف عليهما وفيه قبول رخصة الله تعالى، وذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما، وهو أيضا من قول عائشة في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن خاف تلفا بصومه في سفر أو مرض فإنه يحرم صومه، ولم يذكروا خلافا في الإجزاء. وأما المسافر فالمذهب يستحب له الفطر مطلقا سواء شق الصوم أم لم يشق، ويكره الصوم لما جاء في الحديث ليس من البر الصوم في السفر. وذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا يكره إن قوي عليه لكنه ليس أفضل. ونقل حنبل عن أحمد لا يعجبني الصوم في السفر، واحتج له بالحديث حديث ليس من البر الصوم في السفر يعني مطلقا. وفي الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم في من بقي صائما مع فطره صلى الله عليه وسلم وأمره بالصمت أولئك العصاة. واحتجوا أيضا بأن عمر وأبو هريرة كان يأمرانه بالإعادة فيما إذا أفطر في سفره وبقاية الظاهرية، لكن هذا كما قال صاحب الفروع والسنة الصحيحة ترد هذا القول. الآن رواية حنبل هي التي يشير إليها صاحب الفروع السنة الصحيحة ترد هذا القول، يعني القول بأنه ينهى عن الصوم. وقول حنبل لا يعجبني الصوم فيما نقل عن الإمام أحمد يحتمل عدم الإجزاء فيكون موافق لقول الظاهرية، لكن يعني أكثر ما ردوا هذه الرواية ولم يثبتوها عن أحمد، ويتوجه قول أنه لا يكره إذا لم يكن فيه مشقة ولا فعله تعمقا، وإنما جاز له الأمران الصوم الفطر لما روى أبو سعيد وجابر أنهما قال سفرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض، هذا في مسلم. وجاء عن أبي سعيد أنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم، ولا حديث في هذا متوافرة. ويرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، وإذا وجد ضعفا فأفطر فذلك حسن، ولا حديث عن أنس وعائشة وجماعة من الصحابة دل على هذا. وما دليل إباحة الصوم في السفر وأنه مجزئ حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل حمزة النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فإذا فعل الرجل أو المسافر الأيسر له في سفره من تعجيل الصوم أو تأخيره فقد أحسن، فإن الله تعالى يريد من اليسر ولا يريد من العسر. وأما حديث ليس من البر الصوم في السفر فليس فيه ما ينافي ما جاءت به الأحاديث من الإذن للمسافر بالصوم، لكن هذا مقيد بما إذا لم يشق عليه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر أولئك العصاة فلإعراضهم عن الرخصة مع وجود المشقة، لأنه حديث جابر أن الصوم شق على الناس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح ما بعد العصر فشربه، فلما بلغه أن قوما من أصحابه لم يفطروا قال أولئك العصاة. وقوله رحمه الله ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون الوطء ويخاف تشقق انثييه ولا كفارة ويقضي ما لم يتعذر لشبقه فيطعم كالكبير، هذا ملحق بالأعذار المبيحة للفطر الفمان وإن كان نادرا أو قليلا لكنه مما ذكر تبعا، وهو أن يكون الرجل مريضا مرضا يكون الوطء فيه نافعا له كالمداوات لمرضه، أو كان به شبق وهو شدة الشهوة والغلمة. وقيد المؤلف رحمه الله جواز الفطر في هذه الحال بما إذا كان لا يندفع شبقه إلا بالوطء ويخاف على نفسه الضرر بتركه كتشقق أنثيه. ووجه الرخصة في هذه الحال بالفطر
أنه خائف على نفسه أشبه المريض، ولا يلزمه كفارة في هذه الحال، وعليه القضاء متى ما استطاع. فإن كان الشبق يعتريه في زمن الصيف أو الشتاء قضى في الزمن الآخر، يعني يطلب الوقت الذي لا يكون فيه حاجة إلى الجماع. فأما إن كان شبقه مستداما جميع الزمان فإنه يسقط عنه القضاء ويعدل الفدية كالمريض الذي لا يرجى برؤه، فيطعم عن كل يوم مسكينا كالشيخ والشيخة. وقوله وإن سافر ليفطر حرما، أي أنه لا يجوز أن يسافر المرء لأجل أن يترخص بالفطر. فإن فعل حرما، الضمير يعود إلى السفر والفطر، أي حرم السفر والفطر. أما حرمة الفطر فلعدم العذر المبيح له، وأما حرمة السفر فلأنه وسيلة إلى الفطر المحرم، وقيل يحرم السفر ويكره الفطر. وقوله رحمه الله وإن نوى حاضر الصوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته ونحوها، لظاهر الآية والأخبار الصحيحة، والأفضل عدمه، أي أنه إذا نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، وشرط ذلك أن يفارق عامر قريته. لعموم الآية فإنها لم تفرق بين من ابتدأ السفر وهو صائم أو من سافر قبل الصوم. ولما روى أبو بصرة الغفاري أنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان ثم قرب غداؤه، ثم قال لمن معه اقترب، فقيل له ألست ترى البيوت، يعني لم يفارقوا يعني لم يبعدوا عنها، فقال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكل. ولأن السفر مبيح للفطر فأباحه في أثناء النهار كالمرض لا فرق، وسواء كان السفر يعني اختيارا أو حمل عليه، لكن لا يفطر قبل خروجه. وعنه عن الإمام أحمد رواية أنه لا يجوز له الفطر في هذه الحال، لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمع فيها غلب حكم الحضر كالصلاة. والرواية الأولى أصوب التي قررها المؤلف رحمه الله هي المذهب. وأما كون الأفضل لمن سافر في أثناء يوم نوى صومه الإتمام إتمام الصوم، فعلل ذلك بأنه خروج من خلاف من لم يبح له الفطر، وهو قول أكثر العلماء تغريبا لحكم الحضر كالصلاة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأفضل هو الأيسر والأسهل، لأسلم حصل منه أنه أفطر في أثناء النهار وكان قد سافر صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. ثم قال رحمه الله وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتاه، أي قضتا الصوم فقط من غير فدية، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. هذا آخر الأصناف التي ذكرها المؤلف رحمه الله ممن يباح له الفطر في رمضان، وهو الحامل والمرضع. وفطرهما لا يخلو من حالين في الجملة. الحالة الأولى أن تفطر الحامل والمرضع لخوف، وهو على نوعين، أن تفطر الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما، فهنا لا خلاف في جواز الإفطار وعليهما القضاء فقط دون الفدية، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وذكر بعضهم رواية وجوب الفدية حتى في هذه الصورة. والنوع الثاني أن تفطر الحامل والمرضع خوفا على ولديهما، النوع الأول خوفا على أنفسهما، والثاني أن تفطر الحامل والمرضع خوفا على ولديهما فقط. فالذي قرره المؤلف وهو المذهب أنه يجوز لهما الفطر وعليهما القضاء كالنوع السابق، لكن عليهما فدية إطعام مسكين عن كل يوم. فالحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا إما أن يكون على أنفسهما أو على ولديهما، كان على أنفسهما فالواجب القضاء دون الفدية، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فالواجب القضاء. والدليل عموم قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قالوا إنه يشمل الحامل والمرضع لما نقل عن ابن عباس وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة. هذا من جهة النقل، لأنهما أفطرتا خوفا على غيرهما، وهو أغلظ من الفطر خوفا على أنفسهما، فغلظ الواجب بالفطر بإضافة الفدية. ولأن الفطر في هذه الصورة ينتفع به غير المفطر وهو الولد، فكان عليهما القضاء والفدية على جنينيهما وولديهما. وفي قول في المذهب التفريق بين الحامل والمرضع، فتجب الفدية على المرضع دون الحامل، لأن المرضع يمكن أن تسترضع غيرها، يعني يمكن أن تدفع حاجتها باسترضاع غيرها بخلاف الحامل، ولأن الحمل متصل بالحامل بخلاف المرضع. فالخوف عليه على الولد حقيقته خوف على
بعض أعضائها فيكون خوفا على نفسها. هذا وجه التفريق في هذا القول بين الحامل والمرضع. وفي قول ليس على الحامل والمرضع إطعام وإنما عليهما القضاء في كل الأحوال، في حديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع على المسافر شطر الصلاة وعلى الحامل والمرضع الصوم، ولم يأمر بفدية، ولأنه فطر أبيح للعذر فلم يجب به غير القضاء كالفطر للمرض. قوله رحمه الله تجزي هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة، أي أن الكفارة التي تثبت في حق الحامل والمرضع لفطرهما يجزي دفعها إلى مسكين واحد ولو في أيام، يعني تفرقها في أيام، بظاهر قوله تعالى فدية طعام مسكين، وظاهر الكلام الحنابلة إخراج الكفارة على الفور، أنه يجب إخراجها على الفور، والأمر في هذا واسع، هي تثبت في الذمة لكن المبادرة إلى إبراء ذمته أسلم له. وقول تجزي وهذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة، يعني لا يشترط فيها التعدد، فيجزي أن يدفعها لمسكين واحد عن أيام متعددة. ما أشار المؤلف رحمه الله إلى التقديم والتأخير، يعني لم يذكر المؤلف فيما يتعلق به هل يعطيها في أول الشهر أو في آخر الشهر. المذهب فيما يظهر والله تعالى أعلم أنها تكون في اليوم أو بعده، فلا تجزي قبله لعدم وجود سببه. قوله رحمه الله ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر لها لم تفطر، أي متى قبل رضيع ثدي غير أمه وقدر وليه أن يستأجر لها من ترضعه لم يحل لأمه أن تفطر لعدم الحاجة. فاشترط لعدم جواز الفطر بالرضاعة شرطين، أن يقبل الرضيع ثدي غير أمه وأن يقدر والولي، يعني هو الذي تلزمه الرضاعة، أن يستأجر لها. قوله رحمه الله وضئر كأم، أي فيما تقدم من الأحكام حكم الضئر هي المرضعة، أي إن حكم مرضعة ولد غيرها كحكم الأم في إباحة الفطر إن خافت على نفسها أو على الرضيع وغير ذلك من الأحكام. وقوله رحمه الله ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق، هذا من جملة الأعذار المبيحة للفطر، أي إن الفطر واجب على من احتاجه لإنقاذ معصوم الدم من مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستعمل، لأنه يمكن تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه، فيجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كالغرق أو الحرق ونحو ذلك. قوله رحمه الله وليس لمن أبيح له فطر برمضان صوم غيره فيه، أي ليس لمن أبيح له فطر برمضان كمسافر صوم غير رمضان فيه، لأنه لا يسع غيره ما فرض فيه، فلا صح الصوم في رمضان بنية غيره ولو عن رمضان آخر أو حتى عن يوم من أيام السنة. يعني الرجل مثلا مرض أول يوم رمضان يسافر في أثناء رمضان قال بقضي أيام هذا الشهر، ما لا يصلح هذا لأنه إنصام فلا يصوم إلا عن رمضان. يقول رحمه الله ومن نوى الصوم ثم جل أو أغمي عليه جميع النهار لم يفق جزءا منه ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية فلا يضاف لمجنون ولا مغمى عليه، أي إن من نوى الصوم ثم طرأ ما يزيل التكليف، يعني هذه في مسائل طروا ما يزول به التكليف، من نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لأنه لم يوجد منه الإمساك الذي هو أحد ركني الصوم، فحقيقة الصوم إمساك بنية، فإذا انفردت النية عن الإمساك لم يجوز، كما لو انفرد الإمساك عن النية. ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فأضاف ترك الطعام يدع طعامه وشرابه من أجلي، فعندنا ترك معنية من أجلي، فأضاف ترك الطعام والشراب إلى الصائم تقربا. وفي حال الجنون والإغماء لا يضاف إلى من قام به شيء من ذلك ولا ينسب إليه الصوم. وقوله رحمه الله فإن أفاق جزءا من النهار صح صومه سواء كان من أول النهار أو آخره، أي إن من جن أو أغمي عليه بعد أن نوى الصوم يصح صومه إذا أفاق جزءا منه، يعني من النهار، سواء في أول النهار أو في آخره، لأنه وجد منه إمساك يضاف إليه فصح صومه لوجود الإمساك ولو في بعض النهار مع النية. وقوله لا إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس، فالنوم جميع النهار يفارق الجنون والإغماء، فيصح صوم من نام جميع النهار، وذلك لأن النوم عادة وهو أيضا لا يزيل العقل بالكلية
إذ إنه في حكم المنتبه لكونه ينتبه إذا نبه ويجد الألم في حال نومه، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين من زال عقله بجنون أو إغماء. قوله رحمه الله يلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء. فالمؤلف مبين ما الذي يترتب على الإغماء جميع النهار، ففي الإغماء يجب القضاء لأنه لا يزيل التكليف وهو عارض كالمرض. أما الجنون قال بخلاف المجنون، فالمجنون مرفوع عنه القلم بقوله رفع القلم عن ثلاثة على المجنون حتى يفيق، فلا يجب عليه قضاء. كل ما تقدمه فيما يتعلق بالأعذار المبيحة للفطر وما يلحق بها من مسائل، نقف على هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.